يسعد اوقاتكم عن جديد. وصلنا لاخر فقره اللي بينطروها الكل، الحظوظ والابراج وتوقعات الفلك مع مدام نجلاء اباني. صباح الخير يا مدام. يسعد صباحك يا نجلاء. صباح الخير يا نور. صباح الخير للجميع، ضلوا بخير مرتاحين مبسوطين، يا رب تقدروا تحققوا امانيكم. يوم 3/6 يعني 3 حزيران، تمنياتي للجميع بالخير. طبعا كواكبنا ما زالت في اماكنها، ما زال عطارد للسفر، الاوراق متراجعا، هو للذكاء والكلمات، خلينا نقول الكهرباء، الانترنت. إذا ملاحظين إنه هو عم يتراجع في برج الجوزاء، هو عم يتراجع في بيته، يعني هو بالأصل الجوزاء، نحن بنقول ببيته، يعني الجوزاء كوكبه الأساسي عطارد. لذلك كتير لازم ينتبهوا مواليد برج الجوزاء، مواليد برج القوس، مواليد برج العذراء، إضافة للحوت، الأمور بكتير كتير الأريح. هلأ وجود المريخ والزهرة اثنين في برج السرطان بيخليني شوي نبه مواليد برج الحمل، الجدي، الميزان على أمورهم الصحية. غير هيك الأمور ماشية، يعني المشتري ما زال متنقلاً في برج الحوت، وزحل ما زال متراجعاً في برج الدلو. أول أخباري العزيز لمولود برج الحمل لليوم، أنا بعتبره أفضل من اليومين اللي راحوا، مع أنه لسه الأمور مانا يعني هيك هادئة أو مانا الأفضل. اليوم لسه أنا بنصحك بالحوار، بنصحك بالحوار الهادئ، بنصحك بالصمت إذا قدرت، بنصحك أنك ما تعصب، حاول تسمع كتير، تحكي قليل بدون أي ردات فعل، استنى للمساء على الأقل أو لبكرة الصبح ليصير القمر ببرجك، تصير تقدر تناقش، تقدر تحكي اللي بدك إياه. بس أنا بقول على كل الأحوال بلشت الأمور تقلب باتجاه الأفضل لمولود برج الحمل. يوم اجتماعي بامتياز لمولود برج الثور، صدق أو ما تصدق بالنتيجة حر أنت، بس اليوم الأمور الاجتماعية معنية بالنسبة لك. طبعاً مقدمات حياته برج الثور هو دائماً العمل ثم الأولاد، طبعاً لا الأولاد قبل الصراحة، بس يعني العمل الأولاد بمرتبة واحدة بالنسبة له. أما العلاقات الاجتماعية فهي آخر همه، فتصوروا أنه اليوم يكون العلاقات الاجتماعية هي أساس حياته. يوم عم تزداد علاقاتك الاجتماعية، في شيء عم بيدخل بهجة لحياتك، في أمر خاص فيك له علاقة بتصالح، له علاقة بفرح، له علاقة بتنسيق، بخلق مناخ إيجابي اجتماعي. مولود برج الجوزاء لسه لازم تحافظ على شوية انسجام، كلما تقدم النهار أنا برأيي الأمور أفضل، وبلشت تتحسن تكة، بس يعني لسه الأمور ما أنا مستقرة أو ما أنا كتير الأفضل. مثل ما قال لك كلما تقدم النهار أمورك أفضل، حاول تحرص من أجوبتك المتسرعة، طبعاً إلك هاي العادة يعني، إضافة أنه ما تحاول تتحدى حدا بهاي الأيام، ما تحاول تتحسس من أمور صغيرة، يعني شوية طولة بال، ومثل ما قلنا كلما تقدم النهار كلما أمورك أفضل. مولود برج السرطان يوم إيجابي بالنسبة لك، لقاءات، علاقات، عم تفرض أوامرك، في شيء عم بيقدم لك هدايا، ودائما الهدايا محسوسة، يعني أحيانا الهدايا بتكون عينية وأحيانا بتكون معنوية. هلا اليوم حتى الهدايا المعنوية، يعني اتصال، لقاء، كلمة حلوة بنسمعها، نوع من أنواع التشجيع، ممكن يعمل لك سعادة مولود برج السرطان. مولود برج الأسد كمان اليوم لهدايا أو اتصالات أو لقاءات أو عروض، أنا بعتبره كمان يوم جيد، بس أنت بالذات اليومين اللي جايين لسه أفضل، كنصائح مخلصة، كنوع من أنواع القصص المالية ممكن تلاقي لها حلول، كأنك عم بتطلع نقاطك الإيجابية أو عم تنجز مهامك مولود برج الأسد بطريقة إيجابية. يوم بالمجمل جيد سعيد، أو فيه نوع من أنواع الهيكي الحظوظ المساعدة. لسه الأمور ما كتير مستقرة لمولود برج العذراء، رغم إذا ملاحظ أنه الأمور اليوم أفضل من اليومين اللي راحوا، بس لسه الأمور ما كتير مستقرة. لسه أنا عم بنصحك بتأجيل بعض القرارات، بالتخفيف من العصبية، رغم مثل ما قلنا أنه اليوم إذا ملاحظ أفضل من اليومين اللي راحوا، بس اليوم يعني خطأ ممكن يسبب لك بمشكلة أو ممكن يسبب لك بجدل. مشكلة كل الشهر ليس الأفضل بالنسبة لك، يعني عطارد إما متراجعاً في برج الجوزاء وهو موقع غير جيد لمولود العذراء، أو يتقدم في برج الجوزاء، يعني بالحالتين صحيح تراجع أسوأ، بس بالحالتين أنت ما كثير مرتاح بسبب وجوده في برج الجوزاء. ما في شيء سيء، أنت محمي بالمجمل هذا العام، بس لا يمنع أنه أنا نبهك من حساسيتك المفرطة. 100,000 قصة شاغلته لمولود الميزان، عمل كتير، شغل كتير، كأنه هو عم يدفع بالعمل إلى الأمام، يعني تبعت أنه خليني أجل لبكرة، مع أنه بيني وبينك أنا لا أنصحك أبداً بالتأجيل. حدد هدفك، لا تبعثر نشاطاتك بأشياء ما بتلزم،
لا تهدر وقتك بتفاصيل مانا كتير مهمة، حاول إنك تخلص دوامك وتشوف شو هو الضروري وتعمله. يوم فيه شيء صحي ممكن يكون مو كتير مريح، يعني نوع من أنواع القلق. مولود برج العقرب اليوم الأمور إيجابية وجيدة، وأنت محترف اليوم بأنك توضع النقاط على الحروف، تعرض حجاج، تناقش، تلتقى بناس أنت بتحبهم، تحسن مركزك، كل واحد حسب وضعه. بس اليوم ما عنده قيود نفسية مولود برج القوس، مولود برج العقرب، والأمور بالنسبة له جيدة جدا. عصيرة القوس أنت اللي عندك نوع من أنواع القيود اليوم، كأنه ضايق خلقك، معصب، يمكن الآن ما كتير الأريح، في شيء من التسرع بطبعك أصلاً موجود، فما بالك لما بتكون معصب بتصير دبل إذا بدك. فحاول اليوم إنك لا تقرب من العزلة أكثر، أو من الصمت، أو من الهدوء قدر إمكانك. حاول تتجنب التسرع والانفعال، رغم إنه كمان للقوس أنا بقول اليوم أفضل من اليومين اللي راحوا، يعني بلشت الأمور أفضل، بلش يقلب القمر باتجاه الحمل، ما هو كان بالحوت، لذلك الأمور يعني ها تكة أفضل. الجدي عنده حركة، نشاط، عائلة، أهل، ناس أنت بتحبهم، أنت محترم اليوم، الناس عم تشهد أنك الأكثر احتراماً، عم تضع النقاط على الحروف. والحقيقة مولود الجدي عبقري اليوم بالبحث عن حلول، أحد الأيام الإيجابية والجيدة بالنسبة لك. الأمور المالية هي اللي عم تعني له لمولود برج الدلو، قلنا أنه يعني عم يصرف أكثر مما يجب كعادته على كل الأحوال. ما بعرف إذا صرفك عم يجي على سفر، لا عم يجي على قصص العلاقة بديون سابقة عم توفيها، عم تقبضها ممكن كمان، بس كمان هيك حتصرفها، يعني هي بالنسبة لك الأمور سيان، أي مصاري حتجي حتر من الطرف الثاني. مولود برج الحوت الأمور اليوم إيجابية وجيدة، كأنك تملك قرار أنه أنت ترتب أمورك، وفعلياً إذا في شيء متعب حيكون عاطفي عائلي بسبب تراجع وطارد طبعاً. أما أمورك إذا كنت أنت مفكر بعلاقة جدية، فأعتقد أن الحظوظ رح تكون متاحة هاي الأيام بالنسبة لك، دعوة، مناسبة، قصة اجتماعية، شيء له علاقة بالفن، بالثقافة إذا بتعني لك هاي القصة، أو تجمعات عائلية. بالمجمل هي كسنة سنة جيدة بالنسبة لك. خليني أعايد مولود اليوم، مولود 3 حزيران، ويجعل أيامكم دائما سعيدة. مولود 3 من الأشخاص اللي عندهم لطف، عندهم علاقات إيجابية، بيحبوا يعيشوا الحياة بحلوة بمرة، من الأشخاص يعني قائد بمحيطه، ساخر عموما، مرح، انتهازي، بيعرف يرتب فرصه، ما أنه من الأشخاص اللي يعني بيتاكل حقهم بالمجمل. بيحصل على الصداقات بسهولة والناس بتحبه، يمكن لأنه محبوب. هل عنده شوية تقلب أو مزاجية؟ ما قلت لا، بحب المال بالمجمل، حيوي، سريع، بيضج دايماً بالحركة وهيك الضحك والجلسات المريحة دائماً عنده، فضولي، بحب الأصعب القضايا. سنة لقاله يمكن زواج، خطبة، محبة، أشخاص أنت بتأمل فيهم خير. أنا بشوف الأمور إيجابية وجيدة، رغم أنه هذا الشهر يمكن في نوع من أنواع المتاعب، ما بعرف، لا أتمنى، بس الأمور يعني هذا الشهر أنا ما بشوفها كتير الأريح، خاصة عائلياً. هلأ الأشهر القادمة أفضل بكتير وأحسن بكتير بالنسبة لك. ملهم بدرو، يسعد أوقاتك يا ملهم، يعني بعدك صغير يا ملهم، I love you، عم بيقلي نحن منحبك، وأنا كمان I love you ملهم، بس يعني بالله عمرك 11-12 سنة، أنا شو فيني جاوبك؟ فيني أقول لك إنه 15 يوم الجايين انتبه شوي صحياً، لأنه مو كتير الأريح، لا عاطفياً ولا صحياً. من السابع وما بعد أمورك أريح بكتير. سامر عم بيصبح علينا، شو برجي؟ 3-8 هو برج الأسد يا سامر، 88 طبعاً هو برج التنين الصيني، يعني أنت حدا هيك شايف حاله دائماً مأنق ومرتب، طبعاً إلا إذا كنت بالشغل، لأنه أنت حدا ينهمك بالشغل للآخر، بس حدا هيك دائماً معتبر حاله هو يعني كتير حدا بيفهم، وما بيخلي حدا لا يعطي نصيحة ولا يأمره ولا يناقش الآخرين بوجهات نظره. وأنا بشوف السنة من هون لعيد ميلادك للتاسع يمكن في خطوة مهمة بالنسبة لك وإيجابية، طبعاً ليست أحد الأعوام الأفضل يا عزيزي سامر، بس الأمور ما سيئة. جهينة، جاوبتك جهينة. حنين عم تسألني عن أمورها، ما بعرف شو برجي، 19-12 هو برج القوس يا حنين،
2002 برج الحصان الصيني، يعني انت دبل قوس، دبل عصبيه، دبل قياده، دبل احساس انه انا صح وكل الناس هدول غلطانين، انا فهيمه وكل الناس ما بيفهموا. هاي قصه جيده وايجابيه، يعني الثقه بالنفس قصه مهمه، بس يعني ما تزيدي يا حبيبتي. من المفيد دائما انه نسال من هم اكثر خبره مننا، يعني دائما انا اصعق انه مثلا لنفرض امهاتنا اللي ممكن يكونوا مو دارسين مثلنا، بس هن كثير بيفهموا اكثر مننا بحكم التجربه والخبره والاشياء اللي هن بيسمعوها. فيعني اسالي الاخرين، لا تقولي انا يعني اكثر حدا بيفهم. طبعا السنه ليس قبل الثامن ليكون عندك شيء خطوه إلى علاقه بتغيير بالمجمل يا حنين. صغار 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 مو طبيعي. 2009 و2010 شو فيني جاوبكم انتم بهالعمر مثلا؟ خلصوا دراسة يا حبيبي. 2009 2010 حيصير حيصير دكتور، حيصير مهندس، حيصير محامي مثلا. يا رب يا رب يا رب، ان شاء الله بنشوف هيك جيلنا القادم كله الافضل. يارا عم تسأليني عن امورك. يارا انا ما بظن السنه رح تمرق بدون ما بارك لك قصه مهمه، بس بالمجمل حبيبتي مو هالشهرين ابدا، او مو هالشهر، خليني اقول السادس. هلا السابع بتخف الضغوطات، من الثامن ومن بعد بترجعي هيك بتستعيدي حظوظك، عجله الحياه وعجله الحظوظ بترجع بتمشي، وانا برايي السنه حتختم بافضل مما بدات. يا يارا رفعه عم تصبح علينا. برجك وبرج الجدي يا رفعة 10-1، طبعاً 84 أنت باعتبار أول السنة فتتبعي للسنة الأبلة اللي هو برج الخنزير الصيني، يعني أنت حدا مفرط في العناد يا عزيزتي، وسنة للحظوظ القصوى، بس روحي أنت من الأشخاص اللي حاطين مسطرة أنه هذا صح هذا غلط، هذا لازم هذا مو لازم. أنا محتاجة نبهك أنه وقت السنة بتكون أكثر حظاً مثل هاي السنة، فلا لازم نكون أكثر مرونة وبالعكس أكثر مرونة. حابة أخذتك مشاركة من عندي يا نجلة، بدي عايد من مواليد اليوم أحمد 3/6، لو كل سنة أنت سالم نعاد عليك بالخير والصحة والعافية والرزق وتحقق كل أمنياتك. حابين نعرف منك يا نجلة حظوظ مواليد 95. أحمد أحمد كل عام وأنت بخير يا أحمد، يجعل أيامك دائما سعيدة، حظوظك قصوى، لكن مو هالشهرين أبدا يا أحمد، سألتني في الشهرين الغلط، خاصة عائلياً عاطفياً ما كتير بحسك مرتاح. هلأ الأشهر القادمة بالنسبة لك أفضل وأحسن، وأنا بظنك حتقفل السنة أحمد إذا أراد رب العالمين بأفضل مما بدأتها. إذا نويت، لأنه أنت حدا ما عندك نوايا، لا يتجوز ولا يعمل أسرة ولا يعمل بيت، يعني آخر همك تحس أنه هاي القصة إيه إمت مين كان أنا بعملها، ما في إمتى ما كان والله تمام. زمان كل ماله على أصحاب. على فكرة واجد كمان نفس المواليد، فالحكي بينطبق عليك 95 كمان. كمان 95 كل عام وانت بألف خير، على أيامك سعيدة حبيبي. شكرا يا مدام. هدول اثنين اللي ما بدي يعملوا أسرة، يعني آخر همهم بيت. انت وعم تحكي نور وأنا عم نعمل لك مزبوط مزبوط، هدول هن مواليد الجوزاء إجمالا وخنزير صيني. صحيح، شكرا كثير لوجودك معنا. سيدة وقاتهم، الله يسعدك. سعد صباحك يا نجلة، وشكرا كثير لك.